مشاهدينا هنا ليبيا، أهلا بكم. والبداية بالموجز المحلي. قرر المصرف المركزي تمديد التعامل بالإصدارين الأول والثاني من فئة 50 دينارا إلى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري. أغلقت الأجهزة الأمنية في طرابلس محل بيع العملة في سوق المشير، وذلك بالتزامن مع تدهور سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية. أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب توجيهاته بشأن حصر ممارسي نشاط الصيد وإعداد قاعدة معلومات دقيقة، وكذلك إنشاء المحميات الطبيعية وحماية الكائنات البرية المعرضة للانقراض، بما يحفظ التوازن البيئي في ليبيا. افتتحت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عددا من المرافق، من بينها مكتب ومعهد الطب الشرعي في تاجورة. تستعد بلدية جالو لافتتاح معرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة في دورته الأولى، وللحديث حول هذا الموضوع تنضم معنا رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة مبروك الشحات. سيدة مبروك، مرحبا بك أولا، وضعينا في صورة التجهيز لهذا العرض والجهات المساهمة فيه. نعم سيدة مبروك، ما اسمعش فيك استاذ، الصوت بعيد. تو واضح صوتك بالنسبه لنا، هل صوتنا واضح بالنسبه لك؟ انا ما اسمعش الصوت، لحظه بس. طيب دعيني أعيد عليك السؤال مرة أخرى. سيدة مبروكة، دعينا في صورة التجهيز لهذا المعرض والجهات التي ساهمت فيه. نعم. ألو؟ نعم، ربما نعيد التواصل. تفضلي استاذ. تسمعي فيها كويس؟ نعم. ما هي الجهات المساهمة في المعرض وكيف تم التجهيز ليه استاذة مبروكة؟ أولا مساء الخير. مرحبا. على كل متابعي قناة الوسط. معروف طبعا عن مدينة جالو أن هي عاصمة التمور الليبية منذ يعني مئات السنين، كانت مشهورة بزراعة النخيل، حتى أساس تأسيسها وأسطورة التأسيس هي في النهاية كانت نخلة يعني. فعلاقة المدينة بالنخل علاقة أزلية وحميمة جدا يعني. وربي يعني منحنا خيرات كبيرة جدا يعني. المدينة تحتوي ما يقارب من 2 مليون نخلة مثمرة، فيها أجود أنواع التمور على مستوى العالم على مستوى ليبيا، كانت تصدر فيها من مئات السنين يعني. نعم. شيء جديد أو شيء يعني مستحدث. نعم. وهو اساس الاقتصاد المدينه، وايضا احد اهم يعني وسائل يعني مصادر الدخل لاهالي المنطقه. وفي طبعا مشاريع زراعيه كبيره، ومعظم كل تلقى كل شخص من سكان مدينه جالو عنده نخلات او عنده مزرعه، فهي يعني شيء مهم جدا مربوط بحياتنا اليوميه. نعم. فكانت فكره المعرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبه فكره قديمه يعني، مش حاليا. شاركنا في عدة معارض دولية ومعارض ليبية ومعارض عربية. كانت عندنا معارض يعني على مستوى محلي وصغير، لكن هذه أول مرة يصير منا يعني معرض دولي للتمور والصناعات المصاحبة في مدينة جالو. قرار كان من الحكومة المؤقتة الله يذكره بالخير رئيس الوزراء السابق عبدالله التنيو ووزير الاقتصاد منير عاصر، أصدروا قرار في 2018 بإنشاء معرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة. نعم. للترويج للتمور الليبية وتصديرها للخارج وتطوير زراعة النخيل في ليبيا، باعتبارها يعني تعتبر الآن بعد النفط في مصدر يعني وصول الدخل الأجنبي ليبيا بعد النفط. السنة اللي فاتت كان التمر. نعم. فكان يعني بسبب الظروف، الظروف السياسية، النزاع، ما قدرناش الفترة من 2018 المفروض بدينا بأول معرض، ما صارش منا. الآن بعد استقرار الأوضاع بالذات في مناطقنا، قعد التفكير قوي جدا ب يعني بتنفيذ خطة معرض جالو الدولي للتمور والصناعات الطبيعية. نعم. فبدأت بلدية جالو بإعداد الموضوع والتواصل مع الحكومة الليبية برئاسة فخامة رئيس الوزراء أسامة حماد، اللي أبدأ استعداده أو دعم للمشروع. كذلك رئيس لجنة الإعمار المهندس بقاسم حفتر في لقاء يعني كان لنا معهم
وقت ما زاروا بلدية جالو طول عرضنا فكرة المعرض وقلنا احنا مقررين في شهر 10 ونحتاج إلى دعم قوي. بدأنا بإعداد لجنة تنظيمية وتنسيق الأعمال، يعني كيف تجهيزها في البلدية في المدينة، يعني تجهيز نعم. المقر، النواحي التنظيمية، الدعوات الدولية. طيب في أستاذة مبروكة، تفاعل. يعني كم عدد أقسام المعرض وما هي الصناعات المشاركة فيه؟ يعني تقصد أقسام المعرض؟ طبعا نعم. المعرض ينقسم إلى عرض للتمور، يعني مزارعين وشركات، نعم. مزارعين وشركات، شركات تمور ومزارعين من خارج ليبيا ومن داخل ليبيا. وأيضا قسم الصناعات اللي هو المستهدفين به المصانع، الجمعيات النسائية اللي تهتم بالصناعات القائمة على التمور وعددها كبير في مناطق جالو والواحات، يعني هو المستهدف تطوير جالو وأيضا أوجلة وشقرة. نعم. يعني كان عندنا اجتماع مع الجمعيات النسائية، مع رائدات الأعمال، صاحبات المشاريع الصغرى المعتمدة على التمور بشكل خاص. يعني ففيه يعني تشدد كبير وحماس من النساء، عنده أيضا بعض الجمعيات النسائية من الكفرة، من المناطق الجنوب الغربي، حيكون فيه يعني متواجدين داخل المعرض. تنوع ليبي، نعم. تنوع ليبي في معرض التمور. طيب ما هي الجهات الداعمة لهذا المعرض والمدة الزمنية؟ طبعا الجهات الداعمة توجد الحكومة الليبية على رأسهم طبعا، نعم. ولجنة الإعمار، أيضا الجهات المحلية، يعني في تمويل محلي من بعض المؤسسات والقطاعات، إذا يوجد لك تمويل محلي. كذلك يعتبر يعني الاتحاد العربي للتمور ولمقر القاهرة ويتبع جامعة الدول العربية، هو أحد الرعاة المثليين للمعرض. نعم. طبعا اعتمدوا على دعم ايضا الشركات، بعض الشركات المحليه والشركات الزراعيه اللي عندها قدرات يعني كبيره، ابدت استعدادها وقررت انها تدعم المعرض وايضا تشارك فيه. طيب ما هي شروط للراغبين؟ هل في شروط معينة للراغبين في المشاركة بمنتجاتهم؟ وما هي الكيفية للمشاركة؟ عاود السؤال، ما سمعتكش صدقني. يعني ما هي شروط المشاركة داخل المعرض وكيفية المشاركة فيه؟ شروط المشاركة داخل المعرض. قصدك الدول المشاركة؟ نعم شروط نعم المشاركة يعني حتى الناس اللي أو مشاركين شروط المشاركة، شروط بمنتجاتهم. نعم المشاركين نعم أهم شيء، إحنا طبعا ركزنا على ناحيتين، ناحية الترويج للتمر ولأنواع التمور الموجودة بمناطق الواحات ومناطق ليبيا كلها، وأيضا الدعم الصورة السياحية والموروث الثقافي لمناطق جالو والواحات وأيضا بقية ليبيا. فحيكون هناك شيء موازي، يعني عدا عرض التمور في أول شيء ورش عمل حول النخيل، تطويره حول الآفات اللي تفتك به، نعم ورش علمية جايين يعني علماء خبراء من عدة من دول عربية ومن ليبيا، من عدة مدن ليبية، من جامعة طرابلس، جامعة بنغازي، البيضاء، من مناطقنا بجالو والواحات. نعم حيكونوا طبعا داعمين جدا في ورش عمل حتلقي الضوء على موضوع النخيل من ناحية تطوير زراعة الأنواع الجديدة اللي لازم نستثمروها، مكافحة الآفات. يعني حيكون في لجنة علمية وذات جهد علمي رصين بإذن الله تعالى. نعم كذلك يوجد عندنا مناشط ثقافية يعني موازية للمعرض، مناشط ثقافية في الفن التشكيلي، في الشعر الشعبي، في الشعر الفصيح، في المحاضرات التاريخية والثقافية، حتكون موازية للمعرض. يعني تعتبر هو تظاهرة يعني لدعم المناطق، نعم لإبراز موروثها ثقافتها، لتنشيطها ثقافيا. فاحنا يعني حيكون بعض الشخصيات الأدبية الليبية على رأسهم بعض الشخصيات الهامة جدا حيجوا ويشاركوا في هالمناشط الثقافية. كذلك عندنا مناشط الفن التشكيلي، يعني نحترسوا أيضا ستكون هناك عندنا يعني فريق جاي من المغرب نعم مهتم بالصناعات التقليدية. طيب هل انت ذكرتي ان في مشاركات من خارج مدينة جالو اللي هي كفرة والبيضة، هل هناك مدن اخرى سوف تشارك في المعرض؟ في مشاركات من خارج جالو لمعارض
في شركات من طرابلس، من بنغازي، من الكفرة، إن شاء الله من تزربو، المدن القريبة منا، أوجدة وشقرة، وأيضا شركات عربية من، ممكن نحكي بتفاصيل، أو من مصر، نعم من الجزائر، من المغرب، من موريتانيا، من سوريا بإذن الله تعالى، يعني إذا وفقنا في استقبالهم بأقرب فرصة. بإذن الله. طيب، مثل هذه المعارض مهمة جدا وخصوصا للمزارعين، فما هي الصعوبات اللي تواجهكم عند إقامة مثل هذه المعارض؟ أي عمل كبير كثير بتواجه صعوبات كبيرة. نعم عانينا طبعا عدة صعوبات. اعتبار مناطقنا كانت بعيدة جدا عن، يعني لها فترة بعيدة عن اهتمام الحكومات، إلا حاليا يعني بوجود الحكومة الليبية، نعم بعيدة جدا، يعني لا يوجد مقر دائم للمعارض، لا توجد يعني فنادق جديدة، يوجد فندقين لكن تمنينا يكون فندق أعلى يعني بمواصفات أعلى. للأسف يعني عانت مدينة جالو والمدن المجاورة لها سنوات كبيرة من الإهمال والتهميش، رغم أنها هي مناطق الثروة الليبية الأصلية يعني الأساسية، ثروة النفط حوالي فوق 50% إنتاج النفط الليبي من مناطق جالو والواحات، لكنها عانت من الإهمال. طبعا الحصول على مصادر الدعم بشغل وبجهد كبير خذ منا وقت، ظن منه وقت كان المفروض يكون في التنظيم، كان في وقتنا أكثر كان في الحصول على مصادر دعم لمعرضنا. أيضا الحصول على مقر، كان عندنا مكان متفقين عليه للأسف صارت لنا عراقيل كبيرة عليه، ما صارش منا. يعني بعد ما كنا متفقين عليه وكان هو الأنسب، يعني المقر اللي كنا نبوه للمعرض، لكن الحمد لله في بعض الجهات الأخرى كانت متعاونة جدا، والمقر حاليا هو مقر جميل، يعني حيضم كل المناشط، مناشط عروض التمور والشركات، وايضا مناشطنا العلميه والثقافيه. طيب السيده مبروكه، يعني بحكم انك رئيس اللجنه التنظيميه للمعرض، ما هي الكلمه اللي تحب توجهها للراغبين في المشاركه؟ يرتفع الصوت شويه استاذ عمار، اسمح. يعني ما هي الكلمه اللي تحب توجهها للمشاركين في المعرض، خصوصا انك انت رئيسه اللجنه التنظيميه؟ أولا بنقدم تحية لكل الجهات اللي تجاوبت معنا، بالذات الجهات العربية، يعني كيف الاتحاد العربي للتمور الدكتور أشرف الفار على رأسهم، كان يعني أنا سعيدة جدا إنه حيكون على رأس الوفد الشركات العربية اللي هتصل، يعني كان عندنا تعاون سابق معه، نعم بالذات معي أنا، لأن كنت أنا رئيسة الوفد الليبي في معرض القاهرة الدولي للتمور، كان متعاون جدا معنا في القاهرة في سنة 2021. يعني أيضا نوجه لكل المشاركين، يعني العرب والليبيين، أنا سعيدة بتجاوبهم، سعيدة بكل شخص تجاوب وقال نجي جالو رغم بعد المسافات، يعني تعرف ليبيا تعتبر قارة بعيدة متقطعة، يعني نعم يعني بدينا في سلسلة الطرق لكن ما زالت ضعيفة في موضوع الطرق وتوفر المواصلات، حنوفر مواصلات إن شاء الله عن طريق يعني طيران الحقول، لكن لا يوجد مطار دائم يعني تقدر تحجز وتجيب ضيوفك بشكل يعني سلس وسريع. نعم. فأنا سعيدة جدا بتجاوبهم معنا وقولوا لهم هذه مدينتكم، هذه هي عاصمة التمور الليبية، هذه هي عاصمة الثروات الليبية، يعني مش غير التمور هي سلة الغذاء حاليا، قريب 50% من إنتاج القمح الليبي تنتج في المدينة. يعني مش غير فقط التمور، يعني حتفرجوا بعض الشركات اللي تنتج حتى في الحبوب. نعم. حيكون تظاهرة مش غير تظاهرة فقط يعني اقتصادية، حتكون حتى تظاهرة ثقافية وفنية. ونتمنى الكل يجي رحب بيه جالو، تعالوا لزيارتنا المدن القريبة والبعيدة، تعالوا تعرفوا على جزء غالي ونفيس من دولتكم أو من الوطن الليبي الواسع. ونحن سوف نقوم بمتابعة هذه الفعاليات، فعاليات المعرض التمور في مدينة جالو. السيدة رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض جالو الدولي للتمور والصناعات المصاحبة مبروكة شحات، كنت معنا، شكرا لك. والآن مشاهدينا فاصل ونعود للمتابعة.
نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية طبرق جلسة حوارية حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية تحت شعار نحو مشاركة فاعلة في الانتخابات البلدية. واستهدفت الجلسة التي أقيمت في قاعة التدريب بمكتب طبرق مجموعة من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والنشطاء في المجال الحقوقي، حيث ناقش الحضور عددا من المحاور المهمة بما في ذلك التسجيل في سجل الناخبين وأهمية بطاقة الناخب وحملات التوعية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. ماجد الكاتب، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. طبعا تواجدنا اليوم في مكتب الإدارة الانتخابية طبرق بمدينة طبرق لتنفيذ الجلسات التوعوية حول انتخابات المجالس الانتخابية المجالس البلدية. طبعا حاولنا في هذه الجلسة التطرق لكافة التدابير والوسائل التي اتخذت من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وعلى مختلف تصنيفات الإعاقة، سواء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية. كذلك حاولنا التطرق للائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية. وفي نهاية الجلسة حاولنا الاستماع أو الأخذ ببعض المقترحات والتوصيات التي ستنقل لمجلس المفوضية، وبعد دراستها إن شاء الله حيتم النظر لهذه التوصيات بما يتماشى مع العملية الانتخابية. السلام عليكم، أسمى أبو حميدة، وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. انطلاقا من خطة التوعية بالإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، تسعى الوحدة دائما لتعزيز هذه المشاركة من خلال جلسات التوعية التي تقيمها بالمناطق. واليوم كانت في جلسة في مدينة طبرق على التوعية بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية. وهذه الجلسة زي ما ذكرنا هي من ضمن الجلسات اللي بعدة مناطق في مختلف مناطق ليبيا. احنا مستمرين في جلسات التوعية بالمناطق على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، بما ان حاليا احنا في انتخابات المجالس البلدية، وزي ما نعرفوا في مقعد مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة هي كوتا تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة كمرشحين. واحنا ندعو جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ان يشاركوا بفاعلية ويضمنوا حقهم. وزي ما نعرف المجالس البلدية هي القاعدة الأساسية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وضرورة وجود شخص من ذوي الإعاقة في المجلس البلدي يتابع الإشكاليات والتحديات اللي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من إمكانية الوصول أو غيرها. يعني اختتمت في مدينة طبرق فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان استراتيجيات الاتصال وفن أعداد التقارير والمراسلات الإدارية التي أشرف عليها قسم تنمية الموارد البشرية وقسم التدريب بالمجلس البلدي طبرق بالتعاون مع منصة التواصل الرقمية الدولية للتدريب والتطوير، حيث أقيمت الدورة بمركز تطوير وتنمية البلديات والتي استهدفت الأجهزة الأمنية في المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور مداوي، عميد بلدية طبرق المكلف. طبعا نحن اليوم كنا في إنهاء دورة تدريب للجهات الأمنية. طبعا هي دورة إدارية لإعداد تقارير والأمور الإدارية أخرى. طبعا هذه الدورة ضمن خطة بلدية طبرق للتدريب، طبعا بالتعاون مع إدارة التدريب في بلدية طبرق، كان في تعاون مع الأجهزة الأمنية ولذلك لتطوير الإدارة داخل في نطاق بلدية طبرق، كذلك لتوسيع التواصل بين الجهات العامة وتسهيل الأمور الإدارية. طبعا لا يخفى على الجميع أن بلدية طبرق هي بلدية كبيرة جدا سواء جغرافيا أو عدد سكان أو عدد إدارات فيها، وكذلك لها خصوصية اللي هي منطقة حدودية طبعا فيها جهات عبور وفيها طبعا إدارات رئيسية ورسمية عليها عاتق كبير في المنطقة الشرقية في شرق أقصى شرق الدولة.
الأمر الذي يتطلب تطوير مستمر، وكذلك التواصل بين كل القطاعات، بما أن البلدية هي الراعية للجهات الخدمية والإدارية داخل نطاق البلدية. هذه دورة ستكون في استمرار. طبعا المركز تدريب دائما على استعداد لتقديم التدريب وتطوير الإداري. طبعا العدد والإحصائيات كبيرة جدا من ناحية الدورات والتدريب وورش العمل والمؤتمرات والندوات والمشاركة المجتمعية داخل هذا الصرح. نشكر كل القائمين عليه ونتمنى لهم التوفيق ومزيدا من الاستمرار في هذا العمل القيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رائد عبد السلام شحاتة رزق الله، رئيس مكتب الإنقاذ البحري بإدارة أمن السواحل فرع طبرق. اليوم تم استلام شهادة إتمام دورة فن الاتصال والمراسلات وإعداد التقرير التي قامت بها بلدية طبرق عن طريق مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية التي أقيمت في مركز الثقافي طبرق بإدارة الأستاذ مبروك سعد الأكاديمي، أستاذ الأكاديمي مبروك سعد. والحمد لله رب العالمين، يعني استفدنا كنا نحن في مجال عملنا في المجال الإداري كيفية إعداد التقارير وفن المراسلات والتواصل والاتصالات، وكانت دورة لمدة 3 أيام اختتمت اليوم، وكانت دورة ناجحة بالفعل. وما شاء الله يعني جميع الأجهزة الأمنية، كانوا كل جميع الإدارات والأجهزة والمديريات يعني كانوا فيه أعضاء مواظبين، وكلهم كانوا مواظبين، والحضور كان ما شاء الله، وكانت دورة قيمة واستفدنا منها جميعا. ونتمنى التوفيق لجميع الذين حضروا الدورة والقائمين على إعدادها، ونتمنى أن يكون فيه المزيد من الدورات في مجالات أخرى، إدارة المخاطر والحاسوب والإنترنت وجميع الدورات المتنوعة إن شاء الله. نظمت الحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية جلسة حوارية مع فريق الخبراء والاستراتيجية بالحملة الوطنية لدعم الانتخابات والتوعية المجتمعية لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالانتخابات وتعزيز الوعي المجتمعي، والهدف منها السعي إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار بناء يساهم في تطوير العملية الانتخابية في بلادنا. طبعا كما قلنا دائما الاختلاف يبقى، ولكن ينبغي ان لا يمس بالود ما بين الافراد. فنحن حقيقه هذا توجهنا، يعني انا يعني من هذا المنطلق وبناء على دعوه من السيد رئيس هذه الندوه ورئيس هذه الحواريه دكتور جمال الزوي، حضرت للمشاركه فيها ولذهاب دلو فيها، ومحاوله ايضا طرح بعض القضايا التي قد تكون ذات اهتمام في هذه المرحله بالذات من المراحل المهمه في تاريخ ليبيا. لان اللي نعرفه طبعا ان هناك فريق دائم في بلديه طرابلس يترأسه دكتور جمال، وهو من حين لآخر يطرح قضايا مهمة إما تتعلق بالانتخابات أو تتعلق أيضا مثلا بأزمة المصرف المركزي أو يتعلق أيضا بمسألة الانتخابات، مختلف القضايا التي تهم المواطن الليبي، بحيث يتم تفتيح هذه القضايا ومناقشتها بشكل مستفيض وبشكل عميق، بغية إزالة أي عقبات كما قلت، مساهمة يعني متواضعة لإزالة أي عقبات لطرح طريق واحد يجمع الليبيين لبناء ليبيا الغد، يعني بناء ليبيا المستقبل. هذه الحوارية تأتي ضمن البرنامج اللي تهتم به الحملة الوطنية لدعم الانتخابات منذ بدايتها في 2021. وفقا للمعطيات الحالية والتفاقم الأزمات المتوالي والمتسارع في هذه الأوقات، رأينا من المهم جدا أن ننظم هذه الحوارية ونستضيف فيها الأستاذ الدكتور محمد شرف الدين باعتباره الرجل ذي خبرة موسوعية في العمل السياسي والدبلوماسي ومتخصص أيضا في مجال الإعلام. فمع استضافة عدد كبير جدا من الدكاترة بمشاركة حوالي أكثر من 32 أستاذ جامعي لمناقشة هذه الأزمة من جميع جوانبها، على أمل أن نقدم كبيت خبرة. يعني هذا العمل احنا دائما ننتظر ونقدم في التحليلات
يعني. ولكن الآن نتجه نحو أننا نقدم مقترحات للحلول، وستسفر هذه الحوارية بإذن الله تشكيل فريق يقوم بزيارة المعنيين في كافة المجالات، في المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية، في البرلمان، في المجلس الأعلى للدولة، للتعرف على الصعوبات التي تواجه وإمكانية أن نقدم لهم بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في إيجاد حل لأزمة هذه البلد. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا. أمسية طيبة وإلى اللقاء.